السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين. اليوم جينا عاود تاني باش نشرح لكم واحد الموقع اللي هو جد رائع لصناعة كارت فيزيت لوغوات. مثلا أنا أول لوغو كنصوبو صنعته في هذا الموقع. فترات هذا هو اللوغو الذي استخدمته انا لصناعه اللوغو ديالي. ساريك ايضا يمكنك استخدامه في صناعه الكارت فيزيت كهذا. يعني هذه انا كارت فيزيت صوبتها كتشوفوا دابا نتوما كارت فيزيت صوبها وهذه صوبها هذا الموقع اللي غنقول لكم دابا. عاد هذه كارت بيزنس عاوتاني كارت تاع دي ريستورون ولا شي حاجة. هادو غير دي اكزومبل انا عطيتكم دابا باش تشوفوا عليهم. دابا غنعاودو نحاولو نقدرو نشوفو صوت منو نيت هاد اللوغو هاد اللي درتو لاشين ديالي في اليوتيوب. وحاولو ديرو لنا سبسكرايب هاد لاشين هادي وان شاء الله نكونو خدام من واحد تاعو على بركة الله. خدنا اول حاجة كنحتاجو غادي نمشيو لهاد الموقع هذا اللي هو canva.com. يعني موقع جد رائع وسهل جدا الاستخدام اللي تحتاجه في عدة مسائل. يعني كارت فيزيت يعني بزاف لوغوات بزاف ديال الحوايج. يعني دابا انايا بن خيان ديزاين المشاهدين. الان اعزائي المشاهدين احنا دخلنا دابا الكاتيجوري. يعني دزتي اي حاجه بغيت يعني تقدر شي حاجه شي بوستر انستغرام بوستر سي دي كارت انفيتاسيون لي لوغو بزاف ديال يعني كيعطيك بزاف ديال الاختصاصات. يعني دابا انا غادي نحتاجو في مثلا في بحال هاد هذا اكزومبل. يعني انا غنصاوب واحد اكزومبل دابا ونوريكم كيفاش تخدمو بيه باش تعرفو السهولة ديالو. راه ساهل بزاف محتاج شي حاجة كتيرة. يعني كما تشاهدو الاعزاء الكرام هما عندي دي اكزومبل دابا انا عطاهم ليا باش نصاوب فيهم. يعني انا غنصاوب دابا بانير فور اليوتيوب. شوفوا دابا انا ندخل لهادي عطاوني البانير ديالي غندير دابا هنايا نمسح هادي وندير جدا في الاستعمال. يعني دابا انا عاد كنشونجي نخلي نفس الستيل كربت له غير لي كتشوفو دابا انايا الكتبة لي كانت انايا لي كتبتها. يعني ما كايناش شي حاجة لي صعيبة بزاف. ويلكم ويلكم. رقم انا بغيت 2016 2017 2018
لي شارجي لي ميماج يعني او نشارجي واحد الصورة اللي غنشارجي ديالها هنا تشوفوها غندير ميماج تيلي شارجي ميماج يعني غادي نمشي و غادي ندير هاد اللوغو ديالي باش نسكرو و نديرو في تحت غادي تشارجي دابا